فما كتلقى السحاب وكتجي ما كتلقاش مثلا تلقى تاع الربال تلقى تاع الرايب كتضطر ترجع في حال كنجيو كري باش نشدو النوبه تاعنا ونتوعو كنتعشاو بها ديما هاد السيد هذا تنجيو عندو اللهم بارك هذاك الشيء عندو معكرات زوين ومراتشي وبالصوله كاع اللي بيجي لعند هاد السيده كاين في الطوحه البرودوي زوين نقي كون في ميزون فيه الرايب ساهي وقت في ميزون دو فروي دو سيزون excellent pour faire un goûter ou un dessert si vous êtes vraiment gourmand ou un coup de fin. الشباب جابوا لنا هاد الاكله لمنطقة ابواب مراكش الطوحة اللي كانت في فخودة فيها حنا كنمشيو لها حتى المسيرة عندهم نشريوها من عندهم شكرا حيت قربوا علينا وهي اكلة خفيفة للعشاء الانسان عوض ما ياكل مرقة ولا ما ياكل الزنقة كتضر وجبة خفيفة ومفيدة كدا فيها الشوفان فيها فواكه فيها البنان يعني ما كاينش اللي يخاف منها وتنجو بكري باش نلقاو الدنيا خاوية ونشدو نوبنا بعد ما تلقى السحاب كتجي ما كتلقاش مثلا تلقى تاع الربال تلقى تاع الرايب كتضطر ترجع في حال كنجيو بكري باش نشدو النوبه تاعنا ونتوعو كنتعشاو بها وتبارك الله الشباب اللي كنشوفهم يعني عندهم نقيه ومعروفين غني على التعريف ما كاينش اللي ما عرفوش يوسف وسي عبد الهادي الله يستر لهم امرهم وكنتمنوا الشباب تما ندعموهم يديروا هاد المشاريع الصغيره تبارك الله راه الانسان شوي بشوي حتى يوصل وانتم نتمنى لهم ان شاء الله يكبروا مشروع ويديروا محل في الطوحه وتشتغلوا مثل التالق ان شاء الله وشكرا كنتمنى من الناس متابعين ديال القناه مروكو ستريت فود يشوفوا لا شوفوا هذا الفيديو وفيديوهات اخرين شجعوا الشباب في التعاليق الا عندكم راي ولا ملاحظه ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتعليق باش يوصلكم كل جديد مرحبا بكم نعطي بها 6 دراهم اللي جاب جيت القانون ديالكم 120 ريال ومرحبا بكم اللي عنده ياكل اللي ما عنده ياكل وكلشي ديال الله
باغي على مسكين 6 دراهم ما ثمن نتوما تا بالخياطه غادي نبيع الميكاب في ولد كاينه ويقا خايس المكونات السيدي كنديروا هربل الراي ندير الشوفان شريحه الا انا هو بيتخوا شي كلشي طبيعي ماشي طبيعي الا راه مزيان صحاب العظام ماشي شي تعيضه يمشي خفي العظام من البروز شي حاجه حكيت الشريحه مزيان المعده الشوفان مزيان صحاب ميسكيناسيو كنديروا الزبيب عاد ثاني زبيب واش تي زيت كتا الشعر زيت كتا في الشعر فيرميسي كل حاجه عندنا الفوائد المونغا ونرجلو و تيسي تدوز التيسي كاين خوخ كاين الشيتية كاين لابوكا كاين بويت كاين البرقو كاين البنان كاين التفاح و تيسي على حساب داكشي الموسمي اش كاين بعض المرات تيكون التفاح و البنان تيسي تيتقادا و الفريز دخل الفريز تنديرو الفريز تنديرو الرمان تنديرو اناناس تنديرو الكاكي تنديرو المونغ ديال المرحله ديال الخوخ والتفاح الحمد لله تيسي عمقي انت دا تشوف ما كاينش شي حاجه مضروبه ولا شي حاجه سلعه جديده تنشريها من السوق يومي سيدي قاسم ولا طابع ربيع معك حروبات خاصك 600 درهم ديال الريحه و 600 درهم باش تدخل هي 24 الف ريال وحامد موز زيتون والله لا كلتيها كلشي ديال الله 6 درهم نغلى على مسكين ما الثمن نتو ما الثمن خياطه كلشي ديال الله شوف تبارك الله شوف عطي القليبه يرضع عطي القليبه يرضع لابوكا لابوكا واخا قال لك غادي يقطعوها هاد ليامات ونطم الله من الحكومة يشوفوا يديروا شي حلاج هاد الماء هذا والجفاف الله يحفظ السلامة يا شحال من حاجة ما تحبس الشيء اللي جاي حاجة ما جاش لا حنا ما نكتبوش انت هاي لابوكا هاي لابوكا بغينا نشربوها انتم المشاهدين طلع طلع في الكليان راجل مزيان وتي تقاد مع الكليان داكشي اللي كاين في السوق تنجيبو وديما الجوده ديما الكاليتي ومرحبا بكم والعنوان سيدي ابواب مراكش الدوحه مراكش ابواب مراكش الدوحه ديال الدوحه 100 متر 100 متر ديال الدوحه كاين في الرمبال هي شو غادي تلقاونا هنايا ولا ما كانش هاد الطاليه هادي ما داش بعندي هادشي راه ماشي اليوم ديما الحمد لله على طول العام ماشي نقول لك سيمانه ولا غدا ولا حتى يومين هادشي ديما الحمد لله وكلشي ديال الله اللي عنده ياكل اللي ما عنده ياكل ها صافي اش الطران لا ما نصيب خويا شي من الشوفه شي بان شي شي تبارك الله راه ها انت اللي كان يولي مدفن ان شاء الله ها السيجاره شوف كان هاد تكعريت تكعريت كان هاد حام تا قمرش كلشي ديال الله كلشي فيو كلشي طبيعي ولا حتى ما تيخليهم راه حتى الدراهم لا غير على مسكين حتى ما نتو حتى ما الخياطه والناس الحمد لله تيجيو من الجزائر تيجيو من الالمان تيجيو من الصحراء والله ديك النهار جاو الناس من الصحراء قال لك جينا ندوزو كون جينا في مراكش وجينا تنقلبو عليك هنايا وكلسوك وكلسو هنايا وكفرو بيا وضحكو معايا ومشاو فرحانين وانا حسيت واحد الشعور زوين واخا لا بوكا غادي تنديرها للكليان ما بلاش نقطعها حيت ولفونا الناس بلي بلا بوكا تنبقاو غادي بلا بوكا ديالنا واش شي طبيعي صحاب الريجيم صحاب ميسكيلاسيو اللي 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 عندو السكر اللي شافيه حتى هو تنديرو داك الشيء بالسوس ما بغاش الشكلاط ما نديرو لا شكلاط لا والو نديرو داك الشيء طبيعي والحمد لله عشا خفيف وزوين وصحي ونقي والنقا اهم حاجه هو النقا راه بنادم تاكل بعينيه
والحمد لله حتى حاجه ما تبقى منها شي ديما سلعه جديده ديما الحمد لله وما كاينش شي حاجه مضروبه ولا شي حاجه السعاده تقرد قدام بحال تقاد انت بيدي بصوص شوكولا عندك رجليك وي فيري ميسيان فيلم سيرا ماركا ويرا غاديرو اي كبير اي كبير شوكولاته ندير شوكولاته ويرا ماركا ويري زيت كثر مزيان الشعر غادي هنا طالع عرفينا تي 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 بوا مثلا دابا تمشي لعبرا في ميزان بتلقى فواز 650 غرام بحال هكا ديرو موغانا تنين هادي هاي هي مكتوبه فيها 500 نون بورتي 500 الا مشينا عبرناها بعد تكون فيها 600 غرام 650 غرام اي ما كاينش الميزان هنا مشينا عبر هذيك وتشوف على مثلا دابا هادي 600 غرام ب 10 دراهم راه بسكويت اللحم بسكويت اللحم شاري بربع 10 دراهم وهذا حسب لي كاع من اللحم ولا بغيت تهلا فراسو كلشي كلشي ديال الله كلشي طبيعي كلشي بيو تركون انا تيكون الدري الصديق ديالي راه بجوج تتعاونوا والكليان تيجي الحمد لله منين ومنين ديزا حنا راه تسنا في القنوات والناس تعرفونا هادشي اللي كاين واللي سولتي هنا راه تشكرنا. السلام عليكم مساحه سيدي انا كليونت فيديل عند هاد الناس هادو البرودوي زوين نقي كون في ميزون فيه الرايب ساعه هي وقت في ميزون دو فروي سيزون excellent pour faire un goûter ou un dessert si vous êtes vraiment gourmand ou un coup de fin. صراحة انا كنتي وكنصح به نلقاو زبده غادي الخدمه كتزع العزاوه كما السيد هذا تنجيو عند الله وما بارك هذاك الشيء عنده معكرات زوين ومرات شي وبالصوله كاع اللي بيجي لهنا هذا السيد كيف الطوحه الله يعمر هذا هادشي اللي كنا غادي العام راه تنطرقوا هذا السيد هو الاول تزيدنا الفيتامين عرفتي الناس ديال العماريه وتقول راه على ما درتي تقوت بنادم وتمشي الحاله مع كرطه وهذا الشيء اللي كاين الله يخلي من برازينا الناس تجيو منين ومنين راه جايين من القصبه دروكا ياك الا ما قداش يضرك راس لا ما والبروديه ما كاين الرايب سخولة كاين الثلاجة عامرة انت تبارك الله جوج ثلاجة وكلهم فيهم ثلاجة جوج ثلاجة البرودية ما كانت برودية ما تخلصنيش وما كانت بنينة ما تخلصنيش ولو ما كانش هاد الكيس محطوط هنا بلا ما تقدد غير بستة زيوت على الحناية وطعام الله والدار الكبيرة المعلم الله ما عندي شي ما نقول داك الشيء مقوت وزوين ومعكرات اللهم جالس زوين هذاك الشيء الله يبارك فيك. جبنا الميزان قبلكم باش تيقوا ها انتم قلت لكم 6 كيلو هي 6 كيلو ها هي 524 غرام يلا نسكريت اللحم عباد الله نسكريت اللحم اللي ما بغيت تقوى ولا تيجي جوج تحت كيلو كيلو 20 درهم كيلو ب 20 درهم على كيلو اللحم كاينش كيلو كيلو اللحم ب 20 درهم كلشي شو كيدير داكشي منغام ومكعرات طبيعه رابعه معك حروبات خاصك 600 درهم و 600 درهم ديال الريحه هي 24 الف ريال والله لا كلتيها يلاه تحلى بوجهتي يا حلا كنتمصاو لهذيك العروسه باقي العشاء ما تطليها كلاما ها؟ غادي نسال العشاء عليكم في الراس مزيان الفطور في اي وقت اذا كنتي تجامد هذا مثلا بالليل تيخليها تكون غادي للعمل وتشوف فطر بها في الصباح كتجي وحده بالليل وحده في الصباح حتى شي عاوتاني زوينه مع الصباح تخليها في الثلاجه انا سيدي ايش تحكي لي شوف المومو ديال التفاح داكشي منغم السعاده تقرط قدام تشوف اش تاكل Thank you.
انا البنا والنقا، كنا ما كانت البنا والنقا ما نجوش عنده، داك الشيء زوين ونقي. ها انتم كما تشوفوا مناش مكونه وداك الشيء. تنشكروا هذا السيد هذا الله يحفظه. صافي 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 وما تنساش دير ابوني وصابوني واش لاقي الشرامه كروت باش مكرات من الرسيد يلاه يمكن دير هوندا الناس جايبين هوندا باش يديو جوج زليب اربعه اش فين شي اربعه مرحبا اوف مرحبا الا ما طلعش فيه ما طلع ما كاش طلع ما تخلصوناش هذا هو هذا هو الغارانتي والغارانتي من هنا الشانتي ليش جيا مرا البنان لا لا في البنان ها هو وداكشي على حسب الاختيار دابا الكليتي كتجي الكليتي تشرب تشرب غير داكشي اللي بغا تديروا ليه قال لي تقول لك ما تريش الراي تبي مثلا تتلي دانس شي حاجه تتلي مثلا تخوتات كلمه ما كلمه ما تجي ليه والو كاع سيرتو بحالو حتى هذيك حتى هي مزيانه ديري التفاح لا بلاش لا بلاش واش راه فيه له شواطه تصور مع الكليان ماشي تجي نفزو عليه شي حاجه بز منك تي هادي ولا شي حاجه ندير لك لابوكا شريفه ولا بوكا ندير لها الاخرى لا بوكا لا بلاش بلاش بيع ويد ندير لك الزبيب فوق منهم لا 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 صافي لا 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 صافي بيمو فوق البان هنا بيمو فوق البان هنا وكاين تريس صغار عاوتاني كاين اللي تيبغي البيمو زير الشكلاط السيكار بحال دابا هو شتي كيجا نزيدو السيكار عاوتاني صافي طيب تمشي على حسب اللي كليان اش بغا القوا ديالو والله صوصوك منها مرحبا تنشكرو قناة مروكو ستريت فود ومرحبا بالجميع وحنا انتم اللي تشوفوا كل شيء بعينيكم والفيجا غادي نقول لكم اش كاين الله يسر اخويا تحياتي تحياتي ابوني وصابوني الكلب